في هذا اليوم الكبير، في هذا اليوم الأصيل التي حضرت فيه الأصايل للمنافسة على أغلى الرموز وأقواها على الإطلاق. السيف الذهبي إذن يبقى هنا في ميدان الشحانية. هنا مشاهدين الكرام يقدم سمو أمير البلاد المفدى هدية تذكارية إلى الشركات الراعية. قدم الدرع الأول إلى الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني. إذن تتويج للفائزين بأشواط الرموز. تهانينا إلى سيد الأمير، إلى سيد الأمير الوالد، وإلى سمو نائب الأمير سمو الشيخ عبد الله بن حمد بن خليفة الثاني يحفظهم الله جميعا. تهانينا للسيد حمد بن محمد بن جهويل مالك الباز الذي توج بالخنجر الفضي في شوط الزمول المفتوح بعد أن قدم الأداء الممتاز، وها هو يحتفل برفعه للرمز عاليا متوسط سيدي أمير البلاد المفدى وضيف البلاد ولي عهد إمارة دبي. هنا أحد أنجال السيد غانم بن منصور آل سيف الخيارين يستلم هذه الشلفة الفضية، شلفة مرموقة التي انتزعت شوط الحيل العمانيات. فتهانينا والناموس لهم على ذلك الإنجاز. تتواصل مراسم التتويج، وهنا يأتي التتويج. الآن يتقدم سعيد بن خالد الشهواني مستلما الخنجر الفضي نيابة عن مالك الدبلوماسي خليفة بن سعيد بن علي بن لومية الكتبي. يوم تاريخي تشرفنا جميعا به من خلال المشاركة ومتابعة هذه الأشواط الرئيسية. هنا يتقدم سعادة الشيخ تميم، سعادة الشيخ حمد بن تميم بن حمد بن خليفة الثاني من أجل تتويج السيد محمد بن سالم الوهيبي بالخنجر الذهبي في أمسية من أجمل الأمسيات. هنا سعادة الشيخ حمد بن تميم بن حمد آل ثاني أيضا يشارك في استلام الرموز. ولي عهد دبي يسلم المضمر العملاق سلطان بن محمد الوهيبي الشلفة الذهبية لمذيار التي نجحت في كسبها لأقوى الأشواط مع منافسات الحيل العمانيات. التتويج الآن بالخنجر الذهبي لدالوب أو للفان الذي انتزع المركز الأول ليعنى المضمر سلطان بن محمد الوهيبي مع هجن الشحانية اعتزاله لميادين السباقات. سعادة الشيخ حمد بن تميم بن حمد آل ثاني وسعادة الشيخ جاسم بن تميم بن حمد آل ثاني حاضرين من أجل استلام رموزهم في هذا اليوم. الآن التتويج لمالك كيف من انتزعت السيف الفضي محمد بن سالم الوهيبي ضيفنا العزيز من سلطنة عمان الشقيقة، ولأول مرة يحتفل وينتزع أبناء سلطنة عمان هذا الرمز الكبير. هنا حمد بن محمد بن سالم الوهيبي يرفع هذا السيف عاليا السيف الفضي. الآن لحظات التتويج بالسيف الذهبي، ويتقدم هنا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم لتسليم هذا السيف الذهبي إلى المضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي وإلى شقيقه محمود بن محمد بن سالم الوهيبي، من سهروا ومن تعبوا ومن اجتهدوا في سبيل الوصول إلى ذلك الرمز الغالي مع غند التي قطعت مشاهدين الكرام أمتار السباق الحساسة لتكون في الموعد دائما وأبدا. هنا أحد أنجالي سعادة الشيخ مشعل
بن حمد بن خليفة الثاني يشارك أيضا هذه الفرحة الكبيرة. أبناء الوطن جميعهم فرحين بهذا الإنجاز الكبير. والشيوخ اخضوب والميعاد حان والرجال وقوف والموقف عظيم والحضور والحدث منقول للعالم بيان والحضور نحكى سوت رجيم والهجن خلف ستارة ما يبان كون ما طاها كون منحرها وما طاها العديم الدبوها لو صفت في المكان صف طابور الحرس خلف الزعيم وعاد حن من بين ربكة واتزان جارب مثله بدا الشوط اليتيم قال شوط المسك قال شوط السيف مسك المهرجان ساعة العجلة يخف بها الحكيم لحظة فيها البقر شاهد عيان وشاهد التاريخ رجال عليم ورموز اللي يزين بهالمكان كل بيها راحة العلم الرموز اللي يزين بهالمكان كل بيها راحت العزبه يمين قامت اللي غيها فيه هو ثمان كانها الباروب في الموج العزيم كانها الزار يوم قامت بنت ما شواها كان مجدها الحاضر عماضل القديم اجلعت تبقي على الاول ضمان حايل بالسب مدتها كريم جلعتها الشوق جلعت احصان مقبلت ما كنها الا خشب ريم كانها تنجي كان فيها من وطى السيدة هجنان ما هي بحاجة عصا ولا كليم خفها في لب ما كلت مكان أحسب إنها عاد ينهرها نسيم روح الدلي على الطرقة وما نهاف من قد تعمروها من قد مقبلة مسك وختام المهرجان وانتهى الموسم بسيف ودق تيم كان فيها العزبة من الزعفران بنت الفنجان من مجلس صح الله لسان الشاعر صالح بن سالم المانعة الذي قال هذه الأبيات الارتجالية بعد هذا الفوز الكبير. هنا فرحة كبيرة لأبناء الوطن في هذا اليوم السعيد في يوم